بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد. طبعا اليوم لكم محاضرة جديدة اللي هي سيلفر جلاند اللي توجد في السكيل الجمجمة. طبعا هذه لها وظائف عدة وأساسية، ومن هذه الوظائف هي إفراز اللعاب في الفم لترطيب الطعام أثناء ابتلاعه أو أكله. وهذه الغدد الأساسية لدينا ثلاثة غدد أساسية اللي هي غدة تكون جانبية، وغدتين تكون تحت الماندبل أو تحت الفك. الغدة الأولى اللي هي باروتيد جلاند اللي هي تكون زوج من الغدد باروتيد جلاند من جهة اليسار ومن جهة اليمين. وأيضا كل غدة تحتوي على داكت مثل ما لاحظت هنا، أيضا باروتيد داكت اللي هي قناة اللي تنقل من الغدة الباروتيد. زين، عندنا الثانية، الغدة الثانية اللي هي سب مانديبل تكون تحت المانديبل، هاي مثل ما تلاحظون اللي هي ايضا تكون ليفت ورايت، عندنا اثنين منها ليفت ورايت اللي هي سب مانديبولر جلاند، وايضا عندنا سب مانديبولر جلاند تو رايت ليفت ورايت. وايضا كل مثل ما قلت سابقا انه كل غدة تحتوي على داكت اللي هي قناة ناقلة تقوم بنقل الإفرازات اللي تفرزها أو تنتج من إفرازاتها. الغدة الثالثة اللي هي عندنا الغدة اللي هي ساب لانجيولال جلاند، أيضا عندنا ليفت تو رايت، لكن هذه الغدة اللي بارت تفرز إلى جانبي الفم، بينما الغدة الثانية والثالثة اللي هي ساب مانديبولر وهاي الغدة الثالثة اللي هي ساب لانجيولال جلاند ايضا عندنا تفرز تحت اللسان مباشرة. مثل ما تلاحظون هاي الدكت مالتها، هاي الدكت اللي تنقله عن طريقه. وايضا عندنا كل غدة تحتوي على زوج من الغدد الاساسية والمهمة، مثل ما قلت لكم هي اهم الغدد الاساسية والمهمة التي تعمل على افراز اللعاب في الفم، لكن افرازاتها تختلف ايضا واحجامها تختلف. مثل او الاكبر اكبر حجما اللي هي بارت تكون الى جانبي الجمجمة، والاخرى تكون تحت الفك او تحت الماندبل مثل ما تلاحظون اللي هي هاي. وهاي ان شاء الله ما كان في محاضرتنا هذا اليوم اللي هي اهم الغدد تطرقنا لها، وايضا اهم الافرازات.